مبدع عالمي جديد من لبنان، ابن بلدة عيحة قضاء رشية، الدكتور سليمان أبو الطيف المتخصص بشبكية العين والذي حاز أعلى لقب بمهنة طب العيون في العالم. مراحل عدة مر بها الدكتور أبو الطيف حتى أصبح جديرا بحمل لقب زمالة الكلية الملكية البريطانية لجراحي العين. 2016 دخلت على مورفي لاي هوسبيتال أعمل زمالي لسنتين بجراحة شبكية بالتحديد، وهي كانت نتيجة تراكم 7 سنين من الخبرة عملت فيها حوالي 1000 عملية مي زرقاء. نجاح الدكتور أبو الطيف يفتح الباب أمام جميع اللبنانيين للاستفادة من خبرته، خصوصا أنه يتمتع بحس وطني وإنساني، وهدفه إفادة أهله وناسه من أجل خدمة طبية أفضل. النية أنه نعمل شيء بلبنان لخدمة كل الناس من كل أطياف البلد، من كل نواحي البلد، لتقديم خدمة بمستوى يعني أخلاقي عالي. وطبعاً المشروع يبدأ ممكن بعيادة موسمية، يعني خلال كل فترة بنزل على لبنان بيكون عندي عيادة محجوزة ومتواصل طبعاً أنا مع الناس، وبعدين يعني ممكن يكون إجراء عمليات كمان نفس الأسلوب وبتابع أنا المريض. كم نحن بحاجة في عصرنا التجاري هذا إلى أطباء مثل الدكتور أبو الطيف، فما يجري في لبنان يحثنا على التذكير أن الطب رسالة أخلاقية وإنسانية وواجب قبل كل شيء.